السلام عليكم ورحمة الله. هذه رافعة راها 70 طن لبر 1998. هذا راه موديل قديم، باش تعرفوا بلي الموديل القديم والجديد حتى 2019 راه نفس الشيء، خاصة في الأجهزة، في الأزرار وفي الرموز. أنا نكلكم باختصار لكي لا يأتي الفيديو طويل. هذا الضوء ويشعل هناك الفيوز كما نقولوا هنا فيوز، هذا مختصين بالوزن المضاد. هذه ما فيهاش سهم كبير سهم صغير، تنزل مباشرة تصعد، تنزل ثم تدير هذه ثم تصعد فيما بعد جعلك من الفيديو. هذه عندما تجعلك ستروتاسيون تشعل لك هذا الضوء، هذا توقف إجباري، هذه تشعل لك توقف لك المحرك من الفوق لأن فيها محركين، هذا فلتر الهواء عندما يكون متسخ، هذه وجه شوفاج عندما تريد توقف صباحا، درجة حرارة المحرك، ضغط الزيت، بطاريات، هذون كلهم مختصين بالأرجل، تدخلهم وتخرجهم من الفوق. هذا الضوء يشتعل لك عندما تكون تقود من الأمام ومن الخلف القيادة، هذا فرا باركينج، هذا غماز يمين ويسار، مستوى الوقود إن شاء الله راكم تشوفوه، بطاريات، ضغط الزيت، هذه خاصة بال عندما تعمل بالرارونتيسور وتتأخر في إطفائه على ما أعتقد، إن لم أنسي لأنني هذه الرافعة حوالي 2010 قلت موديل يشبه لها لكن نسيته، إن أنسى شيء اسمحوا لي. هذه كذلك مختصة بالبوجي شوفاج مثلها، أظن أنها تاع المحرك السفلي لأن المحرك السفلي توقظه من هنا. هذه مختصة بالدفع الرباعي، هذه مختصة بالمشي مع عجل اليمين وعجل اليسار، هذه تاع الخطر، وهذا الضوء الكاشف، وهذه توقظ لك تطفئ لك المحرك السفلي. إن شاء الله راكم اسمحوا لي على السرعة لأن أحد من المتتبعين قال لي أن نتكلم بسرعة سرعة البرق. انا اعتدت على السرعه، وكذلك لان هذا لاني ان تكلمت بمهل ياتي الفيديو طويل. سوف اشرح لكم ان شاء الله، هذا الفيديو راه نفسه نفس الفيديوهات الاخرى. والسلام عليكم ورحمه الله.